ننتقل إلى قصة إنسانية مؤثرة لأم عادل وأبنائها الذين يعانون من أمراض مزمنة بسبب العوز. نتابع هذا التقرير لخالد الفرحان ثم نعود. محطة من الألم، آهات من الحزن، شعور بالوحدة وفقد المعين. هذا هو حال معادل التي وجدت نفسها تعول ثلاثة من أبنائها بعد أن انتقل زوجها إلى الرفيق الأعلى. المعاناة بدأت منذ 4 سنوات لما نزل زوجي الفشل الكلوي. خلاص صار يغسل 3 مرات في الأسبوع، ما صار يقدر يشتغل ولا شيء. يعني من هناك بدأت المعاناة. 3 سنين وأنا أروح من هنا ومن هنا وأروح أقدم على المساجد وسجلوني في الجمعية الفيصلية يعني الحمد لله كنا شوية عايشين. نجاة التي تعاني من مرض لين العظام منذ الطفولة، عاجزة عن المشي، اتخذت على عاتقها رعاية أمها وأولادها لتتوالى عليها الأحداث بمرض مفاجئ لفلذة كبدها أكبر أولادها عادل الذي يعاني من ضعف في النطق والسمع. خلاص المعاناة كثرت، الحمد لله ما في حد يموت من الجوع، لكن ما عندي دخل والعيشة صعبة، وهذا هو الولد الكبير هو اللي مسكين يخدمني ويخرجني ويدخلني حتى هو تعبان شوية. عادل الذي يبلغ من العمر 16 عاما يشعر بسعادة كبيرة في رعاية أمه وخدمته لها. يتنقل عادل بأمه من مكان إلى آخر على هذا الكرسي، ويتمنى أن يكون لديه سيارة حتى يقوم بجميع واجباته نحوها، لكن ظروف الحياة الصعبة تجعله يقف حائرا متحسرا على حال ألم به وبأمه. إيش تحب سيارة؟ فرصيدة. مثلا ما أبغى أودي أمودين ماما، أنا أبغى أودي ماما مكان كذا أمودين رات غالي 35-35 مثلا. لا ده أنا مع ماما كلهم يديهم يديهم كذا ما مستنى. مرض وفقر وأسى ودموع، كلها كلمات والمعنى هذا المكان. لبرنامج يا هلا، خالد الفرحان،